ليش السيارات وما هي الآلية التي تتبعونها لتنبيه المواطنين على الخطر من خطر الجيش وما شابه ذلك؟ نحن ننبه المواطن انه في جيش قدامك، في احنا مفارق كثير ومناطق الجبليه دائما بيكون فيها طرق كثير، يعني بنبهون على الطريق اللي ما في جيش. الآلية التي تتبعونها لتنبيه المواطنين على الخطر من خطر الجيش وما شابه ذلك؟ نحن ننبه المواطن انه في جيش قدامك، في احنا مفارق كثير ومناطق الجبليه دائما بيكون فيها طرق كثير، يعني بنبهون على الطريق اللي ما في جيش. هي الآلية التي تتبعونها لتنبيه المواطنين على الخطر من خطر الجيش وما شابه ذلك؟ نحن ننبه المواطن انه في جيش قدامك، في احنا مفارق كثير ومناطق الجبلية دائما بيكون فيها طرق كثير، يعني بنبهون على الطريق اللي ما في جيش. احمد تسمعني؟ ألو. نعم، لازلت على الهواء مباشرة، ما الذي يحدث خلفك احمد؟ تفكر في الحادث ما كان عارف ايش بدنا نحكي. ألو. احمد، يبدو ان احمد لا يسمعنا. ما الذي يحدث خلفك احمد؟ تفكر في الحادث ما كان عارف ايش بدنا نحكي. ألو. احمد، يبدو ان احمد لا يسمعنا.